لكن خلينا اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع، التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراه اليوم امام كايزر تشيفز في النهائي. التشكيل بيتكون من زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا محمد الشناوي في حراسه المرمى، ده التشكيل المتوقع، محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه رباعي خط الدفاع من اليمين للشمال اكرم توفيق، بدر بنون، ايمن اشرف، وايضا علي معلول. دول الاربعه اللي هيكونوا في خط دفاع النادي الاهلي، وده طبقا لتشكيل مجرد هو متوقع. في نص الملعب حمدي فتحي وعمر السولية، قدامهم ثلاثي الشحات، حسين الشحات طبعا اللي بيتألق الفترة الأخيرة بشكل ملفت، ومحمد مجدي قفشة إن شاء الله يجيب لنا قضية تانية النهاردة، وطاهر محمد طاهر أحد اللاعبين اللي بيتألقوا خلال الفترة الأخيرة. ومهاجم النادي الأهلي الوحيد النهارده في هذه المباراه هو محمد الشريف، احد ابرز المهاجمين في القاره الافريقيه بالكامل، وده امر واضح جدا. ده مجرد تشكيل متوقع لفريق النادي الاهلي في مباراته اليوم. هننتظر ان شاء الله باذن الله حتى موعد المباراه او قبل المباراه بساعه تقريبا عشان نعرف التشكيل الرسمي باذن الله للنادي الاهلي. دي لقطات كلها من مقر اقامه الفريق النهارده قبل ساعات قليله من انطلاق المباراه.